بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
والله خير الرازقين.